السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبنا الفراخ وخلناها خلينا الصدر عشان نعمل البانيه. البانيه يا جماعة لازم يبقى مفيش فيه عظم، فشلنا العظم اهوت، شلنا العظم بتاع الفراخ علشان نخلي البانيه، وقسمناه وعملناه اكياس. انت عايز تزود زود زي ما انا قلت لكم قبل كده. وعملنا النهاردة شوية خضار، منهم شوية خضار في بسلة وجزر، وشوية شوربة بقى بروتين، شوية شوربة بروتين هم بالشعرية، حاجة ممتازة جدا والله يا جماعة. العظم ده دول بتوعهم 5 فرخات، هم اتاكلوا اصلا واحنا بنشتغل، طعمهم جميل جدا وجايب لك ريحة جميلة جدا من روائح رمضان والله. وان شاء الله لما تيجي تعمل البانيه تخلي العظم دوت تعمله يوم كده، هيظبطك وهيخليك في بهجة جامدة جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين، وخشوا شوفوا بقى احنا عملنا الحاجات ازاي، هتبسطوا منها جدا، والف هنا وشفا على قلبكم. شوفوا يا جماعة عملنا شوية شوربة خضار، وشوربة هنا بالشعرية من شوية العظم اللي هم احنا خليين الفراخ، زي ما انا هحكي لكم في الفيديو، خليين الفراخ يعني ده خلي 5 فرخات، الفرخة 3.5 كيلو، طبعا هم اتاكلوا بصراحة في وسط الفيديو. وعاملين شوية أكل دخلنا فيهم البروتين بالطريقة الجميلة دي، يعني أنت عملت بروتين من شوية العظم دول. ألف هنا وشفا. شوية فراخ وبتخليهم، طبعا مش هنرمي العظم بتاعهم ولا الحاجات الجميلة بتاعتهم دي، فراخ دي بنخليها عشان نعمل البانيه وبنعمل بيها حاجات جميلة إن شاء الله في رمضان. فاحنا دلوقتي عايزين ناخد شوية شوربة من دي، إيه وهي مليانة لحوم اهيت وجميلة جدا، شكلها تحفة، ربنا يديم علينا نعمة يا رب واحفظها بالزوال. دي بصلة مفرومة عليها حبهان بودرة وفلفل اسود وملح. هنجهز بقى كده بقى، نجهز الشوربة. دي التتبيلة اللي هنحطها للايه؟ للشوربة. معلقة سمنة بلدي حلوة كده اهوت. ورق لورا، حطينا الورق اللورا والسمنة البلدي والحبهان. ده البصل والفلفل الاسود والهيل البودرة والملح. ننزل بقى كده اهوت. هنزل بقى بالبصل والحاجات دي، هنزل بقى بالميه كده. ربنا يديم علينا نعمه يا رب واحفظها من الزوال، وتفضل موجوده كده حلوه جدا. شوف شكلها عامل ازاي. هنزود ميه بقى خالص لغايه ما تغطيها، ونسيبها بقى ايه مع نفسها كده لغايه ما تغلي، ونشوف هنعمل ايه. دي عجينه بايته عندنا من امبارح، يعني احنا عاملينها من امبارح. 3 كوبايات دقيق على 1.5 كوباية ميه، حطينا لها 6 جرام خميرة وشوية سكر امبارح، وبعدين النهاردة حطينا بقيت الباكل يعني 6 جرام تانيين خميرة وشوية سكر وشوية ملح وبس، وخمر ولفناها لفة كده، وبعدين ايه دخلنا سيبناها تتخمر ساعة ونرجع نلفها لفة تاني. شوف هنعملها كمان عاملة كده، وهنسيبها تاني ساعة او ساعة ونص او ساعتين براحتنا خالص، وربنا يجعل لنا النصيب واوريها لكم في الفيديو ان شاء الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. 2 كيلو. شوية شوربة بقى، لكنها شوربة كوارع بالظبط، تخيلها كده هتطلع شوربة كوارع. السمنة بلدي حلوة كده، نص معلقة زيت. ننزل بالرز بقى، شوية ملح، نظبط الملح بتاعنا. التقليب هو اللي بيخلي الرز طعمه اول كده، بنزيد بالميه. ننزل بقى بالميه، الميه انا هيليكوا الميه 1 كوباية رز، لا 1.25 كوباية ميه، تظبط الملح بتاعك زي ما انت عاوز. دي البسله والجزر اللي احنا بنخزنها كل سنه، وانا اوصيكم دايما ان انتوا تخزنوا البسله والجزر دي، واخد بالك يعني خزنوها، دي بتعمر البيت وهتنفع. هي تحط شويه الشوربه اللي احنا بنعمله ما يتحطوا عليهم، او هنشوف هنعملهم ازاي، وهيبقى ممتاز قوي. بس انت لازم بعد ما تطلعها من الفريزر كده، عايز اقول لكم ان انتوا لازم تشطفها في المصفى، علشان التلج ده بيغير طعم البسله والجزر. يعني لازم تاخدها يعني تقوم مطلعها من الكيس وحاططها في المصفى وتحت الحنفيه كده دقيقه ولا دقيقتين، وعلى طول على النار بقى على طول، عشان ما تغيرش معاك ولونها يبقى جميل. هنزل بقى بشوف حته سمنه كده اهوت، شوية زيت برضو كده، البصل، فلفل اسود و7 بهارات وسكر وملح. ننزل بقى بالحاجات البهارات اللي انتوا شفتوها ديت، اللي باكل الستانلس ده بيلها في الحاجة. ننزل بقى بالجزر والبسلة.
انزل بالصلصه. كان ممكن نحط الصلصه في مع البصل في الاول، بس احنا بنعمله لما تعملها في الاول وتتسبك هتعمل حمو، يعني هتبقى حاميه يعني. هناخد بقى من الشوربه ديت نحط هنا على البسله دي، ننزل بقى بالشوربه اهوت. بسم الله ما شاء الله. نحط بقى معلقه سمنه بلدي كده، معلقه سمنه بلدي وشويه شعريه. خلي بالكم يا جماعه اللي يستلز ده احنا ما بنحبوش في الموضوع اللي بيلهى في الحاجه كده، خلي بالك منه يعني، ما كانش يبقى نوع نضيف قوي، سميك يعني يبقى سميك. ننزل بالشوربه بقى. يا الله شويه شوربه وشعريه، ايه جمال ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. معلقه سمنه بلدي كده اهوت، هي لونها جميل يا جماعه اهو والله، شوفوا لونها عامل ازاي ما شاء الله اهو. بسم الله ما شاء الله. حته السمنه بلدي كده والله العظيم يا جماعة، طعم العظم ده غريب جدا. حبة عظم انت بتعمل الموضوع ده، طبعا انت كل دي تجهيزات، يعتبر الفيديو ده تجهيزات. ده الباقي بتاع البانيه، ده بتاع البانيه وباقي العظم بتاع البانيه. انت طلعت منه شوية شوربة حلوين وشوية بسلة وجزر جمال جدا. ناخد بقى شوية شوربة كده بقى هنا اهوت، نعملهم طعم كده. بقى البسلة الجميلة دي اللهم صل على النبي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. نعبي بقى الشوربه بقى ده. يعني انت تفهم ان انت، شوف انت عملت النهارده اكل فيه بروتينات من شويه عظم. دول هيتاكلوا، خلي بالك الانفار هنا قاعدين يشدوا فيهم من ساعتها، يعني هم نصهم خلص، ده بتوع خمس فخات. العيش بقى يا جماعه احنا سهينا عليه واحنا بنشتغل، طلع لونه كده علشان العسل اللي فوق ده اهو، بس طعمه روعه جدا جدا جدا. شوف طعمه جميل جدا جدا والله. حاجه ما شاء الله يعني. انما العسل هو اللي عامل فيه كده، العسل هو اللي عامل فيه كده، كان المفروض يطلع قبل كده بايه بثلاث اربع دقائق. نبدا احنا بقى كده بسم الله بالخضار الجميل ده اهو، الخضار ده اهو. حاجه ايه؟ حاجه فوق الوصف. يا سلام يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. شوية خضار جمال، ايه الصوت ده يا بنتي؟ بعتبر ان دي وصفه جامده يا جماعه والله. وعلى فكره الخبز لما كانت تخش على الخبز، الخبز ده جميل جدا، بس هو ايه اتلاف مني انا السبب. شوفوا خد بس اللقطه بس جميل اهو، شايف شايف محطوط على اساس عسل اسمر ده اهو، اللي عليه ده عسل اسمر، عسل اسمر وقشطه. شوفوا عامل ازاي، شوفوا عامل ازاي طعمه والله. لازم اغمس بيه كده واقول لكم عليه برضه، نسيت اقول لكم عليه اهو. اللهم صل على النبي. جميل.
ممكن يكون الاول يوتيوبر يعمل العظم ده في الليفه في القناه بتاعته، بس دي حاجه جميله استفادوا منها. هتعمر لكم البيت اصلا. الله، طعمه جميل قوي يا عم حاج بجد. ما شاء الله. ده شوربة العظم ده حلو. ها؟ شوربة العظم حلوة أوي، لكنها فراخ صحيح. ده فراخ ما فيهاش لحمة. مساء طيبين، وصفة جميلة. عملت فيديو جميل ده. ما تيجي تعملوا البانيه، تخلوا تمر العظم ده يوم كده بالشكل ده، هيبقى جميل جدا. كويس ان تنسوش اللايك عشان ياخد الفيديوهات ديت، عشان الناس تشوف الفيديوهات بتاعت رمضان دي. اهو هيكفي يوم يا جماعه، هيمشي يوم والله. صلي على النبي. السلام عليكم. حلو قوي.